السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. المجموعات المتآلفة، وش معنى المجموعات المتآلفة؟ معناها صالح عنده ثقة في 5 أو 6 من الناس يعرفهم، يشرح لهم، يفهمهم باللي هاو كيفاش احنا حابين نديروا الثورة، نديروا التغيير، هاو علاش حابين نديروا التغيير. ونحاولوا نقنعوهم بالفكرة، خلاص مقتنعين مثلا، خلاص دار مجموعة انت وهم مقتنعين بالثورة. كل واحد منا اللي يعرف مجموعة اللي يثق فيهم، لازم يكون يثق فيهم ثقة كبيرة، مش أي مجموعة، يتفق معاهم يقول باللي احنا نديروا مجموعة تساهم في الثورة، وتتفقوا الخطوات. مثلا هذه الاسئله اللي رانا يعني نقول لهم لكم، انا انتم تفورموا واحد اخرين، ماذا بي انا مثلا انتم راكم تتفورموا معايا انايا في النقاش، ومن بعد انتم تبداو تفورموا ناس واحد اخرين. مناره تسمعي فينا؟ طيب، فالمجموعات المتالفه كما قلت، اي راني نسمع فيكم. نعم. طيب، المجموعات المتالفه هي المجموعات اللي الناس تثق في بعضها، يعرفوا بعضهم من الصغر، قراوا مع بعضهم، جيران، كانوا جيران، واحد عايش في عنابة بصح واحد عايش في طاليان الآن بصح يعرفوا بعضهم مليح. هذو يديروا مجموعة ويبدأوا هما يريكريتوا مجموعات أخرى. صالح يدير مجموعة، المجموعة هذه فيها 5، بعد هذوك الـ5 ماذا بينا كل واحد يجيب 5 ولا 6 نتاعو، هو يولي هو مسؤول مع عليهم. بصح صالح ما يعرفش هاد الـ5 اللي راهم مع، نقولوا مع كريم، ما يعرفهمش. يعني كريم فقط، ركزوا على أن المجموعات تكون مستقلة عن بعضها، ركزوا على أن القرار يتخذ بيناتكم بالإجماع إذا كان ممكن، ولا بالأغلبية. أنا عندي علاقات في القنوات، الحمد لله الآن 16 سنة على نظام في هذا المجال، بنيت شبكة واسعة من العلاقات مع الصحفيين، سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية أو حتى المسموعة. وكما قلنا في الشغل الميداني كان مجموعة شروط ومجموعة أشياء لازم تترتب. خذوا راحتكم، كلمة 8 مايو جيدة، معناها فيه وقت، مازال أكثر من شهر. في هذا في أكثر من شهر ممكن ترتبوا أموركم. لو كان تقدروا توصلوا أن تكون عندكم 3 أو 4 مجموعات في حوالي 20 ولاية، 20 ولاية، 3 أو 4 مجموعات صحيحة حقيقية، ماشي تاع هف ولا تاع كلام. وهذوك المجموعات عندهم عناصر، لأن لابد الناس الجزائريين كي يخرجوا في كافة الولايات أو في أغلبية الولايات في نفس الوقت. وخويا العربي كما قلت منار، اسمح لي بالنسبة للإنترنت، الإنترنت نعم، الإنترنت تسمى قادرين كما نقولوا كي نبداو المظاهرات بالنسبة للإنترنت. نعم، بالنسبة للإنترنت كاين أولا لازم يوجد عندنا ناس في الحدود من جهة المغرب ومن جهة تونس، لازم يشكلوا مجموعات. مثلا انتم ما خونا صالح او في عنان، هذه عليا، هذه عليا بالحدود تاع تلمسان، الحدود تاع تبسا عليا. الله يبارك، هذه عندي ناس ان شاء الله، الله عندي ناس تاع ثقي متعامل معاهم ونعرفهم ناس لاباس. هذه ممتازه، لازم يكون عندنا عناصر داخل الحدود هما اللي يبحثوا الاشياء. زائد نحاولوا قدر الامكان من جهتكم ومن جهتنا الا نوفروا بعض تليفونات ساتيليت اللي هما هذوك اللي يسموهم فورية، باش يقدروا الناس يتكلموا بالتليفون ما يمروش على ريزو الجيريا، لان ريزو الجيريا راح يكون طبعا تحت الحراسه، هو دائما تحت الحراسه، ولذلك انتم حاولوا دائما تكلموا بسكايب، لان سكايب ما قدرش يسمعوه. بالمناسبه سكايب راهم يسمعوه فقط الامريكيين عندما يعطيهم القاضي قرار بالسماع، المخابرات الأمريكية تقدر تسمع، ما عدا هذا ما يقدرش يسمع حتى واحد. طبعا تليفون ساتيليت غالي، والمكالمة نتاعو أعتقد أنها غالية، لكن يبقى في عند ناس اللي هما أنتم حاولوا توفروا عندكم من الجزائر، إذا كان الناس اللي يقدروا يتبرعوا بالمبالغ هذه باش يشتروا تليفونات. طبعا أنا إذا استطعت نوصلكم تليفون ولا 2 ولا 3 سأفعل، يعني بالرغم أن هذا صعب جدا يعني لعدة قضايا. المهم مليح يكونوا كاينين هذو التليفونات تاع الساتيليت، ومليح يكون عندكم علاقات مع الحدود باش ترسلوا عن طريق الريزو تونيزيان ولا الريزو مغربي، ومليح
ايضا انه هم مش حيقطعوا كاع الانترنت، ما يقدروش، خاصه في العاصمه، لان العاصمه فيها السفارات وفيها كذا. فلازم تكون عندكم مجموعه داخل العاصمه، مثلا في منطقه حيدرا، في منطقه ليبيا، في منطقه بن عكنون، لان هذيك المناطق ما يقدروش يقطعوا عليها، فيها السفارات، والسفارات تحتاج بشده لما يكون قطع الانترنت. فانتم تكون عندكم مجموعه داخل وسط العاصمه اللي تقدر تبعث الاشياء. ايضا في قضيه اخويا العربي، التليفونات كما نقولوا ساتيليت، نقدروا نبعثوا بهم لفيديو؟ اعتقد انك تقدروا، ولكن هذه يقدروا، لان انا راني في مصر، وكانوا يبعثوا من، كان ثم وفروا شويه منهم وكانوا يبعثوا منهم. بصح حنا دوكا احنا دايرين في اللجان الميدانيه، قلنا كل لجنه ولائيه دير كاف، كل واحد يتبرع اللي يقدر. يا سيدي ما عندهاش يتبرع غير بان دينار بها، هذه باش يساهموا في تحركاتهم، لان مثلا احنا في الولايه ما يتحركوش غير برك في وسط الولايه او في قلب الولايه، امام الدوائر راهم يروحوا يتحركوا باش يوفروا لنفسهم المواصلات، باش المرحله الجايه ان شاء الله يديروا اللافتات والشعارات. ومنتم مليح كي قلتنا باش نشوفوا كيفاش نشريوا البورتابل تاع توريا ونوفروهم ان شاء الله. هذا مهم جدا، المهم جدا انه لو كان نقدر نوصله، اللي يقدر يوصل البورتابل هناك ويبعثه الانسان ثقه، يكون مهم جدا جدا جدا. انا من جهتي يا اخوي العربي عندي خالتي ثقه في فرنسا، لكن الاهم شغل، والشغل الميداني والشغل الاعلامي، هذول هما اهم شيء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.